أكد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي خلال لقائه بأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا على الدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية لإعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين لتولي الوظائف القيادية في كافة مناصب الحياة العسكرية والمدنية. واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، مؤكدا أن الجيش المصري سيظل نموذجا للعمل بكل تفاني، مؤكدا أن مصر تمتلك قوات عصرية يمكنها الوفاء بمسؤوليتها في مختلف الظروف.